السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فيما كنتوا داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. نتمنى أنكم تكونوا في أحسن حال وأحوال ويا ربي يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذن إخواني أخواتي، قبل ما نبدأ نتمنى أنكم تشاهدوا هذا الفيديو للآخر. علاش؟ لأن فيه كيف ما لاحظتوا في العنوان، يعني التطرق القضية ديال الإيمان وآخر التطورات والمستجدات المهمة في هذه القضية هذه من بعد الإفراج على واحد من المتهمين، وحدة من الشابات اللي كانت متهمة في هذه القضية هذه واللي قالت مجموعة ديال المعلومات ومجموعة ديال الأشياء اللي كتخص هذه القضية هذه، مستجدات يعني طارئة في هذه القضية هذه، واللي ممكن من خلالها غادي توضح لنا الصورة أكثر بخصوص هذه القضية هذه اللي وقعت لهذه الشابة إيمان داخل تلك الفيلا المهجورة بمدينة الدار البيضاء. وقبل ما انني ندخل في تفاصيل هذه القضيه دي، كنتمنى ايضا انكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، واللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش دائما يتوصل بالجديد ديال القضايا اللي كنطرقوا ليها والاعمال اللي كنقوموا بها. على اي اخواني اخواتي، كيف ما قلت لكم، يعني تطورات من بعد الافراج على هذه الشابه واللي الاسم ديالها فاطمه الزهراء، واللي كانت معتقله مع دوك الخمسه يعني المتهمين بهذه القضيه دي، هي خرجت براءه وجوج مشاو جنائية وجوج ابتدائية. هادشي بحسب الأقوال ديالها مباشرة من بعد الخروج ديالها، يعني منذ ساعات قليلة من اليوم خرجت هاد الشابة هادي وطرق الصراح ديالها نتيجة ديال التحقيق والأبحاث اللي قامت والكاميرات اللي تبتات بأن ما عندهاش علاقة وأنها ما كانتش متواجدة في عين المكان من وقع داك الإشكال. هاد السيدة أو هاد فاطمة الزهراء اللي هي الصديقة المقربة من هاد الشابة إيمان اللي وقع عليها الإشكال هذا، واللي قالت بأن إيمان كانت أيضا كانت على معرفة بهذيك المولات الفعلة وعندها بها علاقة وكتعرفها مزيان، ودائما ما كتجلس معها وكتناول وكتعاقروا جميعا يعني الممنوعات الخمر إلى آخره، من استكمال للصورة ديال الفساد يعني اللي طرقت ليها في مجموعة ديال الفيديوهات السابقة، اللي بكل صراحة دائما ما ولا كيلفت الانتباه ديالنا فيما كنسمعوا شي حادثه وقعت في شي مكان ماجور كنرجعوا لنفس الدوامه. على اي نبقاو في الشق ديال هاد المستجدات اللي صرحت بهم هاد فاطمه الزهراء الصديقه ديال ايمان، واللي قالت بان الشرطه ويعني الناس ديال التحقيق خداو ليهم البصمات، وان يعني الاقوال ديال الجونات والمتهمه الرئيسيه وكاع المتهمين قالوا بان ميتة بالضوء، والتحقيقات الان جاريه باش تثبت العكس ذلك، لان كاين الزاج، لان التحقيقات ويعني داك المسح ديال عين المكان ديال هذه الفيلا لقاو الزاج، لقاو الدم وما في علامات، يعني كاين خصام ثابت بان كاين خصام، ولكن هنا الشرطه القضائيه والناس ديال التحقيقات بقاو يثبتوا بان يعني الضوء جاء من بعد ما تم يعني الاغماء ديال السيده نتيجه ديال واحد الخصام، يعني تلقيها شي ضربه من ضربات. هنا فين كاين الاشتغال حاليا في هذه القضيه، لكن الشيء الثابت هو ان السيده ماتت بالضوء، لكن الشرطه تشتغل حاليا على ما قبل هادشي وفق الكلام اللي قالت السيده فاطمه الزهراء، اللي يعني تم التبرئه ديالها، في حين مازال اربعه ديال الناس يعني متهمين في هذه القضيه هذه، اربعه منهم بنات يعني تقريبا كلهم بنات، في حين واحد متهم اللي هو صديق ديال مولاد الفعلة على ما اعتقد، لان ما كاينش اثباتات باش انني نقول لكم يعني بكل تاكيد ان الاسم ديالو انس، لكن ربما الاسم ديالو انس هو صديق المول الفعلة اللي كتشار لها جميع الاصابع، اللي هي بنت الاخت ديال مولاد الفيلا، لان هذيك الفيلا حسب المعلومات هي فيلا مخليها واحد السيده كتعيش خارج ارض الوطن، وسمات البنت الاخت ديالها باش انها تقرا فيها وتسكن فيها، لكن هاد البنت الاخت اللي هي مولات الفعل عندنا في هذه القضيه هذه استغلتها المجموعه ديال الحوايج اللي خارجين على الاطار القانوني قبل كل شيء والاخلاقي الى اخره، من يعني كل الوسائل اللي ديال الممنوعات والمسائل كتقام في هذيك الفيلا المهجوره، واللي كيف ما قلت سلفا ان هاد الطابو ديال المباني المهجوره داخل المدن وفي جنبات ديال المدن دائما ما كيعرف يعني هاد الحالات والتجمهرات من اجل تعاطي هاد الممنوعات وايضا اي شيء عنده علاقه بالفساد. اذا اخواني اخواتي، في هذه القضيه هذه بكل صراحه قضيه اللي هزت الراي العام الوطني، ومازال لحد الساعه التحقيقات ومازال لحد الساعه مجموعه ديال الاشياء كتجري باش ان يعني يتم اثبات
السبب الحقيقي وراء الوفاة، ويعني اشنا هي ظروف ديال هاد الحادثه، اشنا هو السبب ديال الخلاف. هاد السيده اللي هي فاطمه الزهراء اللي تم التبرئه ديالها قالت واحد المستجد بان ولا واحد المعلومه بان سبب الخلاف ماشي هو صراع، او السبب الاشكال ديال الخصام ماشي هو صراع ديال يعني تخاصموا على يعني على الخمر او لا تخاصموا على الشراب، بل يعني تخاصموا على بسبب الغيره والحسد. يعني هي زادت اكدت ديك الافتراض الاول اللي تم الضحك ديالو كيف ما كتعرفوا من بعد ما خرجت المعلومه ديال انهم دعسوا بسبب الشراب، لكن هذه السيده اكدت وفق المعطيات اللي سمعت هي لان هي ما كانتش حاضره والاعترافات ديال الجولات، فقالوا بانهم يعني دعسوا معها بسبب الغيره والحسد الى اخره من هذه الحوايج هذه، بسبب ان هذه السيده اللي هي الشابه ايمان كانت مقبله على الزواج، الشابه العشرينيات اللي يعني سالات الحياه ديالها فهاد الشكل. علاش؟ لان كيف ما قلنا الرفقه ديال السوق، الرفقه ديال السوق انك تمشي لهذاك المكان، يعني الانسان قبل على الزواج هي الان هي ميته ان لله وان اليه راجعون، تطلبوا لها المغفره، لكن بحال ما هاد السلوكات وهاد الحوايج خاص الانسان يكون عارف النتيجه ديالو. ختاما اخواني اخواتي كما قلت لكم سلفا فهذه هي المستجدات فهاد القضيه هذه، القضيه ديال الايمان اللي هزت مدينة الدار البيضاء والرأي العام الوطني بصفة عامة. احنا معكم ان شاء الله دائما فيما غيطرأ شيء جديد في هذه القضية هذه الى حين ان يطوى هذا الملف هذا، والى حين ذلك نتمنى انكم ما تبخلوش علينا بلايك لهذا الفيديو هذا، واللي ما مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش دائما يتوصل بجديد الاعمال ديالنا، ونتلاقى معكم في قادم المواعيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البصمات ديالي ما لقاوني انني شربت معاهم ولا بركت معاهم، لا كنت معاهم حتى الكاميرات اللي جابوا صوروا القليل، وانا ما كنتش معاهم. الناس اللي مشاو داكشي اللي قالت لكم ديالك الباب قالوا لهم بانني انا ما كنعرفش ديك السيده مولا الدار وما عندي بها حتى شي علاقه، ولا حتى الناس اللي كانوا ما عندي لهم حتى شي علاقه، انا عندي علاقه بالانسان اللي ماتت بالضحيه الله يرحمها، وانا ما بغيتش لا هذاك الشيء. ديك البنت راه كنعرفها وما انتظرتهاش غتموت هذيك الموته، وما قدرتش نشوفها بهذيك الطريقه. الله يرحمها والله يوزع عليها فهاد النار. والله واخا شنو كاين واش كيفاش ماتت السيده؟ واش مضروبه ولا بصح كاينه ضو ولا شي حاجه؟ ماتت بالضو، سبب الوفاه هو الضو.